أيها النسر المولود من رحم البطولة، بطلا عجزت الأرحام مثلك أن تلد، تربعت على عرش البطولة بطلا رغم أنف كل حاسد عليك قد حقد. ومهما زادت أشباه النسور وألوانها فأنت النسر والجميع لك مقلدا. أيا نسرا من زرقة السماء العلياء لونا لفخره قد اعتمد، أحببناك طوعا أو كرها لأنك ملكت قلوب الشيب والشباب والولد. إن النسور إن حانت منيتها فقمم الجبال الشاهقات لها ملتحدا. هم بالسوبر إيجلز يعرفون، نسور نيجيريون في سماء إفريقيا والعالم عاليا يحلقون. في حقبة ما بين 1994 و1996 بالجيل الذهبي يلقبون. النسور في أرض العمسام أمريكا ومونديالها فعلا يبدعون. فلاسفة كرة قدم إفريقيا من أرض أمريكا ومونديالها يمرون بأهدافهم على الجميع يفرحون. يرقصون والبهجة على كل جمهور الماما أفريكا يدخلون. لكن أنا ذاك نحن كمتتبعون جميعا لسؤال واحد طارحون، لماذا هؤلاء النجوم في أنفسهم لم يفيقون؟ لماذا بالجد والاحترافية لم يتميزون؟ بعدم إيمانهم في ذاتهم كانوا فعلا للقب العالمي يضيعون. في 1994 ومونديالها خرجوا برأسهم مرفوعون، للأفارقة كانوا مشرفون، لكن العارفين في الكرة يقولون إنهم لنا كأفارقة كانوا قد خذلون. لأنهم كانوا لنا ممثلون باسمنا يلعبون في مقابلة إيطاليا لنا فعلا أمتعون، لكن بالجديات والثقة بالنفس لم يتميزون. وأسفا على هذا الجيل الذهبي للنيجيريون، حصر وحرقة بقيت في أذهان كل الإفريقيون. في أتلانتا وأولمبياتها مرة ثانية الإيجلز يبهرون يدهلون، على الميدالية الذهبية يحرزون، لكل المنتخبات يحيرون، واحترام كل جماهير العالم يكسبون. إنهم يا سادة النسور الحقيقيون، النسور الذهبيون النيجيريون، جيل ذهبي لأسمائه أنتم حافظون. بيتر روفاي، طالب ويس، بابا يارو، ساندي أوليزي، سياسيا، أموكاشي، فيكتور إكبيبا، كانو، راشيد يكيني، جي جي أوكوشا، إيمانويل أمونيكي. لكي لا أحرم هذا الجيل الذهبي من إنجازاته إبداعاته، سأحكي عن مشاركته المونديالية ل 1994 لأول مرة في تاريخه، وبعدها في أولمبياد أتلانتا 1996 لنعطيه حقه ونكون بذلك قد أنصفنا هذا الجيل في استحقاقاته. مرحبا بكم معايا اليوم في بلاتو سبور، حلاوتها متعتها إطارتها وتنوع محتوياتها على بركة الله. متابعين، الاشتراك بالقناة لن يستغرق سوى ثانية واحدة، لكن سيدعمنا كثيرا، لذا من فضلكم برجاء الاشتراك الآن في القناة لتشجيعنا. أنا القائل دائما ارجعوا للتاريخ، افهموا من التاريخ، استفيدوا من التاريخ. ماذا يقول التاريخ يا سادة على أن السوبر إيجلز النسور النيجيريا أحسن أجمل أقوى منتخب في حقبة ما بين 1994-1996 على مدار سنتان يا سادة السوبر إيجلز يعتلون يحلقون في سماء الماما أفريكا. لماذا يا سادة؟ في يناير 1994 في تونس الخضراء في النسخة 19 للكأس الأمم الإفريقية، تعتبر من أحسن أجمل الكؤوس الإفريقية. من كان سيدها؟ من كان بطلها؟ إنهم السوبر إيجلز يا سادة. السوبر إيجلز يتفننون يبدعون يمتعون لأي مقابلة لم يخسرون، فقط في مقابلة واحدة ضد المنتخب المصري يتعادلون 0-0 لكن يا سادة في لقطة واحدة برهن راشيد يكيني ونيجيريا على قوتها جبروتها سيادتها. في اللقطة يا سادة الكرة يلتقطها راشيد يكيني بكنترول اون بلان فولي، قدفة قذيفة قوية ترتطم بالعارضة. احمد شوبير لم يرى الكرة
لو كانت دخلت الشباك لكانت مزقتها. هذه الكرة قالت نيجيريا قوية، نيجيريا ذو جبروت، نيجيريا ذو فنيات يا سادة. المقابلة النهائية كانت في كأس إفريقيا للأمم بين نيجيريا زامبيا، 2 نيجيريا 1 زامبيا، لتعتلي نيجيريا سماء قمة الماما أفريكا. الفرحة كانت كبيرة في نيجيريا حكومة جمهورا وسيادة. التاريخ يا سادة، منتخب زامبيا اللي حكيت عليه، هذا المنتخب يا سادة ولد من مخاض المأساة. أي مأساة يا سادة؟ أنتم تعرفونها. 27/4/1993 في مقابلة في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، كانت لازما ولزاما أن تقام بين زامبيا والسنغال. المقابلة كانت مقررة أن تكون في داكار، لكن للأسف الطائرة الزامبية لم تصل لدكار، الطائرة حطمت في البحر، جميع اللاعبين والمسؤولين لقي حتفهم أشلاؤهم في البحر يا سادة. المأساة كانت درامية على زامبيا، على الماما أفريكا. نحن المغاربة نتذكرون الحكاية جيدا. هذا المنتخب يا سادة لقي حتفه، كان مبدع في إفريقيا، لكن للأسف فقط واحد من عاش، كانوا شابواليا، بسبب التزاماته مع البيس في إندوفن طار وحلق من أوروبا إلى داكار. كالوشا وصل إلى داكار، لكن الأصدقاء واللاعبين في المنتخب الزامبي لم يصلوا يا سادة. Thank you.
بعدها تم بناء منتخب زامبي جديد حول هذا كالوشا بواليا. هذا المنتخب هو الذي لعب المقابلة النهائية ضد النسور ضد النيجيريون. نحن المغاربة عندنا ذكرى مع هذا المنتخب الجديد لزامبيا في آخر مقابلة من أجل الذهاب للمونديال الأمريكي على أرضنا أمام جمهورنا بحضور كل سياداتنا يا سادة. المنتخب الوطني ينتصر 1-0 هدف عبد السلام الغريسي بالتمريرة من الحضروي ليروح المنتخب على المونديال وتحرم زامبيا بجيلها الجديد من المونديال. أرض العمسان أمريكا ومونديالها اعتبر من أحسن الكؤوس العالمية في تاريخها بل أجملها. نجحت فيه الولايات المتحدة في تنظيمها. هذه الكأس العالمية كانت لها كثير من خصوصياتها. البرازيل تعتلي عرش العالم وتفوز بالمونديال بعد 24 سنة من صيامها. إفريقيا كان لها 3 مقاعد لمنتخباتها. الكاميرون المغرب نيجيريا كانوا أسيادها. آخر كأس عالمية تلعب ب24 منتخب حيث بعدها سيتم رفع عددها. أمريكا تمتع فنيا وكرويا رغم عدم شعبية كرة القدم في بلدها قارتها. النسور النيجيرية في أول مشاركاتها تكشر عن أنيابها تبين عن فنياتها قوتها جبروتها. نيجيريا هاته كل لاعبيها كانوا محترفين يلعبون خارج وطنها. فقط إيمان الأمونيكي يلعب في الزمالك المصري في الماما أفريكا قارتها. كليمنس ويسترهوف مدربها قائد سفينتها ومساعده جون بونفرير ضابع إيقاعاتها. في أمريكا ومونديالها نيجيريا تكون متواجدة في المجموعة الرابعة، مجموعة الموت، مجموعة الغضب، مجموعة النار. لما تحطت القرعة يا سادة الجميع قال لا حظوظ لنيجيريا في هذا المجموعة. لماذا يا سادة؟ قيد دون واكتب. الأرجنتين بثلاثي الهجوم، ثلاثي الزعاف، السم الكبير لأي دفاعات، دييغو أرناندو مارادونا، عمر غابريل باتيستوتا، كانينجيا. هذا الثلاثي يا سادة كان قوي، كان ثلاثي كبير. لكن لنرجع للتاريخ، كيف تأهلت الأرجنتين؟ الأرجنتين كانت معرضة لأول مرة في تاريخها ألا تتأهل للمونديال لولا عودة دييغو مارادونا للمنتخب ولولا لعب الملحق لتتأهل الأرجنتين عبر الملحق للمونديال العالمي. بلغاريا يا سادة بجيلها الذهبي، ستويتشكوف، سيراكوف، بالاكوف، كوستادينوف. هذه بلغاريا كانت كبيرة بنجمها خريستو ستويتشكوف نجم البارسا. كيف تأهلت؟ ارجعوا للتاريخ. من انتصر على فرنسا في أرض باريس بهدف كوستادينوف، أول مرة فرنسا تقهر في عقر دارها كانت على يد بلغاريا. بلغاريا تتأهل للمونديال لتحرم فرنسا من التأهل. اليونان يا سادة من كان سيد مجموعة روسيا لينتصر ويتأهل للمونديال. الفرق الثلاثة إلى جانب نيجيريا كونت المجموعة، وكان الجميع يعتقد على أن نيجيريا في أول مشاركاتها لا حظوظ لها. المقابلة الأولى للنيجيريين في افتتاح المونديال بين بلغاريا نيجيريا، بين ستويشكوف نيجيريا. في هذه المقابلة الجميع كان يعتقد على أن بلغاريا ستبدع، بلغاريا ستمتع، لكن للأسف يا سادة نيجيريا تخلق المفاجأة، نيجيريا تربح المقابلة أداء فنية وكرة يا سادة. 3 أهداف متعة، 3 أهداف ضم الجميع على أن البرازيل تلعب بقمصان إفريقية. 3 أهداف كانت للتاريخ. الهدف الأول يا سادة تيكي تاكا من النيجيريين، راشيد يكيني يلقى رأسه أمام المرمى يدفع الكرة للشباك، لكن الفرحة يا سادة يكيني يدخل للشباك يريد يمزق الشباك. الفرحة من القلب، الفرحة أعلنت عن قوة جبروت فنية نيجيريا. الهدف الثاني ينسيك في الهدف الأول. الهدف الثاني يا سادة أموكاشي يا سادة بطريقة اللاعبين الكبار، أمبتيلوب يا سادة على الحارس يسجل الهدف الثاني، والفرحة والرقصة كانت نيجيريا. الهدف الثالث ينسيك في الأول ويفكرك في الثاني، لكن أروع من الثاني أمونيكي يا سادة بضربة رأسية بديعة يرتمي على الكرة
في الهدف الثالث تبين قوة جبروت نيجيريا في هذه المقابلة. أبدعت نيجيريا، جميع العالم عرف أن هذا المنتخب الكعب دياله عالي، منتخب قوي. المقابلة الثانية لنيجيريا كانت بين الأرجنتين نيجيريا، بين دييغو أرماندو مارادونا، كارينجيا، عمر غابرييل باتيستوتا، وبين نيجيريا. في هذه المقابلة تدخلها نيجيريا من غير مركب نقص، تبدع نيجيريا، تحارب، تؤمن بحظوظها، لدرجة أنه في الدقيقة 25 سياسيا بهدف للاعبين الكبار أمبتي لوب يسجل على الحارس، 1-0 الأرجنتين، 1-0 مارادونا، كارينجيا، عمر غابرييل باتيستوتا. لكن يا سادة بعدها تبدأ ساعة مارادونا الداهية، الثعلب مارادونا. كيف يا سادة؟ خطأ مباشر يعلن الحكم، الجميع كان يضم على الأرجنتين ومارادونا سيقذفون الكرة مباشرة، الحائط يتكون، لكن دهاء مارادونا بالكعب يا سادة لعمر غابرييل باتيستوتا بقوة يضرب الكرة طرطة بيتر رفاي، سرعة دهاء، سرعة بديهة كارينجيا، 1-1 نيجيريا، تتعادل الأرجنتين. بعدها تقاتل نيجيريا، تلعب نيجيريا الكرة، لكن يا سادة في هدف للتاريخ. لماذا؟ على مرأى ومسمع جميع الكاميرات ضربة خطأ يصفرها الحكم للأرجنتين، الجميع يسمع كارينجيا يصرخ، كارينجيا يقول دييغو دييغو دييغو، سرعة دهاء دييغو يمرر الكرة لكارينجيا، الكرة تروح للزاوية المغلقة، لكن هذا كارينجيا يا سادة يسكنها وين يسكن الشيطان، يسكنها وين يكون يسكن العنكبوت، في الزاوية 90. 2-1 نيجيريا، تخسر نيجيريا المقابلة لكن تكسب احترام جميع الجماهير الكروية. في الجولة الثالثة نرجع للتاريخ، افتح القوس اغلق القوس، في هذه الجولة كان هناك حدث للتاريخ، هو التحليلات التي اجراها دييغو ارماندو مارادونا وابانت عن تعاطيه للمخدرات، ليتم طرد مارادونا من المونديال ويتم سقوط والاعلان عن سقوط الارجنتين نفسيا سيكولوجيا مباشرة. في هذه الجولة يا سادة تدخل نيجيريا لمقابلة العمر، نيجيريا اليونان. في هذه المقابلة تبدع نيجيريا، تتألق، تسيطر على اليونان، هدف لجورج فينيدي للتاريخ، أمبتي لوب يا سادة جميل بكرة برازيلية. أنا قلت دائما هؤلاء النيجيريون بفنيات برازيلية دائما ما يسجلون، لكن بقوة وجبروت الأفارقة واحترافية الأوروبيين. الهدف الثاني يا سادة كان لأموكاشي، يخترق جميع دفاعات اليونان ليرسل قذيفة إلى العاصمة أثينا تستقر في الزاوية 90. قوة جبروت سيادة نيجيريا تعلنها في مقابلة اليونان، لتتأهل نيجيريا سيدة مجموعتها بست نقاط، نيجيريا الأرجنتيني مروا للدور الثاني وبلغاريا تلتحق بهم بعدما كانت من أحسن التوالت لتقصي اليونان. مقابلة ثمن النهائي لكأس العالم كانت بين إيطاليا نيجيريا، بين روبرتو باجيو جيجي أوكوشا. في هذه المقابلة تبدع نيجيريا، تلعب يا سادة من غير أي مركب نقص أمام أسياد الدفاع، النيجيريون يبهرون يبدعون، النيجيريون وفي تخبط من الدفاع وفي تخبط من إيطاليا وفي سبات عميق، أمريكي يخطف الكرة ويسجل، 1-0 إيطاليا. تبدأ نيجيريا بعد الهدف تبدع، أوكوشا يمرر الكرة بين أرجل الإيطاليين، يلعب يمتع، لأن أوكوشا كان فنان يا سادة. الكرة يا سادة تخرج سلسة من النيجيريين، لكن وضد مجرى اللعب في الدقيقة 83 هجوم خاطف للإيطاليين، روبرتو باجيو يسجل هدف التعادل من لا شيء من العدم، 1-1 إيطاليا، لتدخل المقابلة إلى الأشواط الإضافية يا سادة. تبدأ المقابلة نيجيريا تلعب، نيجيريا تبدع، لكن في
في هجوم خاطف يا سادة. روبرتو باجيو تم العرقلة ديالو في مربع العمليات، الحكم يشير إلى النقطة، يعلن عن ضربة جزاء. 2-1 نيجيريا لتتأهل إيطاليا يا سادة إلى دور الربع وتقصى نيجيريا. تخرج نيجيريا من المونديال مرفوعة الرأس، مبدعة، فنانون برازيليون. نيجيريا خرجت من المونديال، ماذا أعطانا خروج نيجيريا بعد إبداعات نيجيريا؟ الفيفا تقرر لأول مرة في التاريخ على أن المونديال القادم لـ 98 سيلعب يا سادة بخمس منتخبات إفريقية للإبداعات النيجيرية. لكن السؤال يطرح جميع الأفارقة، يطرح النيجيريون قبل كل شيء، هذا المنتخب يا سادة كان قادر لازما ولزاما أن يحرز الكأس العالمية. نعم في 94 إفريقيا كان بإمكانها أن تحرز كأس العالم يا سادة. لماذا إيطاليا بعد ما عدت من نيجيريا تلعب ربع النهائي نصف النهائي ضد بلغاريا التي انتصرت عليها نيجيريا 3-0 وتقصى في المقابلة النهائية وتحرم من المونديال يا سادة بضربات الترجيح بعدما ضيع روبرتو باجيو؟ الدليل على أن نيجيريا كان بإمكانها لازما ولزاما أن تكسب المونديال أنني لن أتوقف عند التحليل العالمي والمشاركة العالمية لكي أعطي هذا الجيل حقه، لكي أقول لكم على أن نيجيريا كان بإمكانها أن تفوز بكأس العالم. سأكمل المشوار مع النيجيريين، سأكمل المشوار في ماذا يا سادة؟ في أطلانتا والألعاب الأولمبية. أولمبياد أطلانتا في أرض العام سام لسنة 1996 كانت لها خصوصياتها يا سادة. عرفت مشاركة 16 منتخب عالمي منها 3 منتخبات إفريقية، تونس، غانا، نيجيريا. الأولمبياد يا سادة لكرة القدم ستعرف تألق السوبر إيجلز لأول مرة في تاريخ الماما أفريكا. الأفارقة يحرزون على الذهب في الأولمبياد يا سادة. في هذه الأولمبياد تدخل نيجيريا قوية مبدعة بجبروتها قوتها. في هذه الأولمبياد يا سادة تدخل نيجيريا بجيل ذهبي بمدرب جديد هو الذي كان مساعد يا سادة في مونديال 1994. نيجيريا تدخل بقيادة المدرب الهولندي جون بونفرير. في المجموعة الرابعة مجموعة الموت، مجموعة الغضب، مجموعة النار. من كان فيها يا سادة؟ البرازيل أول مرشح للفوز بالميدالية الذهبية. قايد دور واكتب: رونالدو الظاهرة، دونغا، روبرتو كارلوس، بيبيتو كانوا من نجومها. اليابان يا سادة سيدة آسيا وكبيرتها. المكنة اليابانية سرعتها قوتها. وكان منتخب المجر يكمل المجموعة، المجر التي تعيد إعادة ماضيها، إعادة ذكرياتها وتاريخها. فهذه المجموعة يا سادة نيجيريا كانت لا حظوظ لها.
المقابلة الأولى كانت بين نيجيريا والمجر، المقابلة تبدع فيها نيجيريا، تمتع فيها نيجيريا، المقابلة انتهت بفوز نيجيريا 1-0 في هذه المقابلة. كانوا يا سادة يمتع يبدع بوان تو، يسجل بحرفنا في دفاعات المجر لتنتصر نيجيريا. المقابلة الثانية كانت بين نيجيريا واليابان، نيجيريا تمتع، نيجيريا مرة ثانية تبدع، نيجيريا تنتصر في المقابلة 2-0. الهدف الأول كان من المدافع الياباني أكيبا بنيران صديقة، الهدف الثاني كان من ضربة جزاء للجاج أوكوشا. لتنتصر نيجيريا وتعلن عن نفسها أول مرشح للقب. لماذا يا سادة؟ لأن هذه اليابان كانت قد في افتتاح أول مقابلاتها قد انتصرت على البرازيل الكبيرة. المقابلة الثالثة كانت للتاريخ بين نيجيريا والبرازيل، مرة ثانية تدخل نيجيريا من دون أي مركب نقص تحاول، لكن يا سادة رونالدو الظاهرة بحرفنا من كرة مباغتة يباغت دفاعات النيجيريين بقذيفة أرضية تستقر في الشباك 1-0. لتتأهل يا سادة في المجموعة الرابعة، البرازيل نيجيريا على حساب اليابان سوى بفارق النقط، جميع المنتخبات كان عندها 6 نقط، لكن يا سادة الأفضلية كانت للبرازيل وكانت للنسور النيجيرية. مقابلة ربع النهائي في أتلانتا 1996 كانت بين المكسيك ونيجيريا، في هذه المقابلة تدخلها نيجيريا بكل حرفنا، تبدع فيها، تسيطر على المكسيك، تأخذ التجربة وتقول كلمتها. في هذه المقابلة يا سادة بابا يارو أوكوتشا يسجلوا لنيجيريا، لتنتهي المقابلة بانتصار النسور النيجيرية 2-0. لتتأهل نيجيريا لأول مرة في تاريخها، لأول مرة إفريقيا في تاريخها تمشي يا سادة لتقارع البرازيل في نصف النهائي. مقابلة النصف النهائي للألعاب الأولمبية في أتلانتا كانت مقابلة بين نيجيريا والبرازيل، البرازيل الكبيرة بكل نجومها تقارع السوبر إيغلز. في هذه المقابلة اعتبرها الجميع أحسن أجمل مقابلة في تاريخ الأولمبياد. 4-3. نعم تسمعونني، في هذه المقابلة نيجيريا تبسط قوتها، تفرض سلطتها على السيليساو، على البرازيل الكبيرة. بداية المقابلة يا سادة ضربة خطأ مباشرة في الدقيقة 1 للبرازيليين، فلافيو كونسيساو مباشرة للشباك 1-0. بعدها يا سادة اتهاجم نيجيريا، تدخل نيجيريا لمناطق دفاعات البرازيليين، بابا يارو يتوغل في المربع، يقذف قذيفة ترتطم بالكبير روبرتو كارلوس وتسجل هدف من نيران صديقة. 1-1. يا سادة بعدها تلعب البرازيل، تخرج من مناطقها، تهاجم في كرة مباغتة، رونالدو الظاهرة يمرر كرة لبيبيتو، بيبيتو اللي ما يرحمش يسجل الهدف الثاني 2-1. الجميع اعتقد على ان نيجيريا ستعيد الكرة، نيجيريا ستهاجم، لكن يا سادة البرازيل ومن هجمة مباغتة اتباغت تمريرة عرضية، بيبيتو بالصدر ديالو يمرر الكرة، كونسيساو فلافيو كان حاضر في المربع، 3-1. الجميع اعتقد على ان خلاص المقابلة خلصت، على ان البرازيل ستحكم قبضتها على المقابلة. لكن في الشوط الثاني نيجيريا تعيد بناء بيتها، تؤمن، تثق في نفسها، وهذا هو المهم يا سادة، تستفيد من دروس المونديال، تلعب الكرة، تبدأ في محاولات، تحاول تروح للشباك. فيكتور إكبيبا بقذيفة من خارج مربع العمليات يسجل الهدف الثاني 3-2. رغم هذا البرازيل تبدع، رغم هذا البرازيل تدافع بكل ما أوتيت من قوة. وفي الدقيقة 94 يا سادة، في الوقت غير الضائع يا سادة، تلعب الكرة نيجيريا، تهاجم نيجيريا، كانوا في مربع العمليات ظهروا للشباك، في خربطة دربكة من الدفاع البرازيلي، جي الكرة الكانو يكمل الكرة للشباك 3-3.
تدخل المقابلة على الأشواط الإضافية. علي أن أفتح القوس، أغلق القوس. في هذا الزمان يا سادة 1996 كانت تلعب الأشواط الإضافية، لكن فقط تحسم بالهدف الذهبي إن جاء، إن لم يأتي تروح المقابلة على ضربات الترجيح. وضد مجرى اللعب يا سادة، نيجيريا تهاجم بقذيفة من خارج مربع العمليات، كانوا يسجل في مرمى البرازيل. نعم تحت ذهول الجميع، كانوا يقضي على أحلام جميع نجوم البرازيل بإحراز الذهب، كانوا يسجل 4 نيجيريا 3 البرازيل. بهذا نيجيريا تروح على الألعاب الأولمبية لنهائياتها، والبرازيل ترجع إلى ريو دي جانيرو. المقابلة النهائية للألعاب الأولمبية في أتلانتا 1996 كانت بين نيجيريا السوبر إيغلز بكل نجومها وبين الأرجنتين الكبيرة. من كان في الأرجنتين؟ قايد دون وكتب أورتيغا، كلاوديو لوبيز، كيرناند كريسبو يا سادة، وكان سيميوني كبيرها. في هذه المقابلة تدخل نيجيريا من غير مركب نقص، تلعب الكرة، تبدع، تقاتل، تحارب ضد الأرجنتينيين. في بداية المقابلة يا سادة، الأرجنتين تتقدم على نيجيريا، كلاوديو لوبيز بضربة رأسية بديعة، يسكن الكرة وين يسكن الشيطان، يسكن الكرة وين بيت العنكبوت في الزاوية 90. 1 الأرجنتين، 0 نيجيريا. تلعب نيجيريا، تآمن بحظوظها، بابا يارو يسجل هدف التعادل، 1 نيجيريا 1 الأرجنتين. بعدها يا سادة يتم عرقلة أورتيغا في مربع العمليات، يمشي للكرة هيرناند كريسبو يسجل، 2 الأرجنتين 1 نيجيريا. تلعب المقابلة، دانييل أموكاسي يهجم، يلعب كرة بديعة ويسجل هدف التعادل، 2 نيجيريا 2 الأرجنتين. في الدقيقة 90 يا سادة، ضربة خطأ غير مباشرة لنيجيريا، الدفاع الأرجنتيني يثق في نفسه، الدفاع الأرجنتيني يريد يلعب خطة التسلل، المدافعين يخرجوا من المنطقة، لكن إيمانويل أمونيكي من كرة اسمها المها يوضع الكرة في الشباك، 3 نيجيريا 2 الأرجنتين لتنتصر نيجيريا. نعم هذه نيجيريا تنتصر. في خبر حصري لمشاهدي أبلاتو سبور يا سادة، قناة المصداقية، أنا أجزمت وقلت في تحليلي على أن هؤلاء السوبر إيغلز كان بإمكانهم حمل اللقب العالمي. الكلام ليس من فراغ يا سادة، بعد 25 سنة من خروج نيجيريا من مونديال 1994، بعدها الزمن كله يطلع يا سادة من ليس أقل ليس أكثر من المدرب الهولندي جون بونفرير، ويقول في حوار صحفي: ويسترهوف المدرب كليمنس أنذاك، أمونيكي، أموكاشي، ساندي أوليزي حصلوا على رشوة في الشوط الثاني من أجل تهاؤل إيطاليا. الرشوة كانت قيمتها المالية 100,000 دولار يا سادة أنذاك، يحصل عليها اللاعبين من أجل أن تمر إيطاليا وأن تقصى نيجيريا. الكلام والشهادة ليس لي، الكلام والشهادة لجون بونفرير مدرب الذي كان قريب من نيجيريين. البحث هو لي ولكم يا سادة التعليق، ولكم الفهم، ولكم أن تعرفوا لماذا أقصيت هذه نيجيريا يا سادة.
الكرة الإفريقية ومشاركاتها العالمية. لو كانت إفريقيا في مشاركاتها العالمية تؤمن بحظوظها بنفسها بأن لاعبيها قادرين على تحقيق شيء لقارتها، لكانت في 1994 نيجيريا قد أحرزت على المونديال. الكرة يا سادة تبين لنا في 1996 وأتلانتا أن اللاعبين لما يآمنوا بحظوظهم، لما يكونوا فنيين ومبدعين كأفارقة، لما يلعبوا من أجل القميص، لما ما يكونش عندهم أي إشكال من ناحية المال أو يفكروا في الرشوة، يحرزون الألقاب. أنا أتمنى إن شاء الله من قناة بلاتو سبور في يوم من الأيام أن أعطيكم، أن أفيدكم أن منتخب إفريقي عربي قد يحصل على كأس العالم. الكرة يا سادة هي رسالة لا تفرق، الكرة يا سادة هي دائما رسالة سلام، والسلام عليكم.